الفنان أمين عميل، لنوضح شوي أكتر للجمهور كيف بيكونوا حفلاتك ناجحين؟ شو بتعمل؟ يا أختي بدي كاني أقول سر المهنة يعني. معلي بسيطة. تقلك شو، أنا عندي شغلي ما بحب إني جلجئ حالي أولاً كثير، يعني بالوصلة تبعيتي بطلع بغني نصورة ساعة 10، ولكن ما بخليها تشطح معي كثير. كار بلش 10 يعني بخلص شي 5-5:30 على بكرة، 6 ماكسيموم شقت حالة مناكيش دلوب ومروح على البيت. طيب قديه سعرك؟ نعم قديش بتاخد على الحفلة؟ قد على الحفلة. شوفي يا اختي، انا معروف عني اني مش ممكن يعني انه ينزل سعري عن اقل من 200 دولار. 200 دولار؟ ولا ممكن ينزل اقل من 200 دولار، معروف عني، ومش انا بس، انا والفرقة كلنا سوا 200 دولار، تصور يعني. بس الفن بيطلب بعض المتطلبات التي بحاجة اليها الفنان. استاذ امين عميل عم بيقول المخرج انه معنا اتصال مباشرة معي. على يكون معنا اتصالات قد ما بدكم. الو. نعم. الو مرحبا. الو. اهلا. الو. ايوه الو، تفضل حضرتك على الهواء. صباح الخير. صباح النور، مين معي؟ بدي هنيك على الصبحية الحلوة على البرنامج الحلو. شكرا، مين معي؟ معك فارس حويجل. استاذ فارس. اهلا حبيبي، مشتاق لك انا. حضرته بيكون من اهم متعهدين الحفلات بالبلد وبالشرق الاوسط وبالخليج، بياخذنا نحن الفنانين والفنانات، بيعمل لنا حفلات، بيحيي لنا وصلات. اهلا وسهلا فيك، اكيد هلا سمع هالمقابله بده ياخذني على شي وصله من الوصلات. انا مستعد يا اخي، موافق على العمياني صنفور. صنفور تفضل، قلنا شو المشروع تبعك وانا بروح معك مسافر. خليلي هيك استاذ امين، بس انا بدي احكي الان سارولا اذا في مجال. نعم بدي احكي عن الحفله. اي نعم تفضل استاذ فارس. بهمني اذا فينا نلتقي انا وياك ونعمل مثل نوع عقد او كونترا لحفله بدول الخليج اذا في مجال. لا حفله لي انا. ايوه نعم حفله لك انت، حفله غنى طرب يعني، ونتعامل معك. بس استاذ فارس انا ولا مره مغنيه يعني، بيقولوا لي صوتي حلو بس ولا مره مجربه غني. ما بيأثر، مش مهم الصوت، مهم الاداء، مهم السحبات. سحبات الاوف يعني، سحبات الاوف اوف. هذا المهم، هذا اللي بيهمني، وما ضروري تغني، ما تعطلي هم. اكيد ما عندي مشكله يعني، بس العرض راح يكون كثير مغري يعني، الليله 10000 15000 دولار. بنرجع بنشوف التفاصيل تحت الهواء اذا بهمك الامر. ايه اكيد اكيد، ليلى بجرب، ما فيها شيء. طيب لكن بنرجع نحكي من بعد البرنامج، ويعطيكم العافيه. ميرسي على عافيك، كلك ذوق استاذ فارس، كلك ذوق. ميرسي. ما بكون استاذ امين عميل. نعم. شو رايك بالمشروع؟ اكيد يا اختي انا بتمنى لك كل خير وتوفيق، انبسطت لك من كل قلبي صدقيني. الدمعه اللي اذا بتشوفيها هي دمعه فرح، انه اكيد انا بنبسط لكل انساني انها تقدر يوما ما تنفتح لها الفرصه، وان شاء الله اكيد بكره بتشوفي بتروحي لهنيك وبتعملي مشروع حلو وبترجعي. انا بعرف كل زملائي الفنانات بيروحوا بيجيبوا مصاري وبيجوا، اوقات ما بيغنوا يعني بصير في عطل بالصوت او شيء، ما بيغنوا بيجيبوا مسرياتهم وبيجوا. انا انبسطت لك من كل قلبي. شكرا، انا كمان بتشكرك. بدي اضطر كل جمعتين تروحي تعملي وصلات وتجي. نعم شكرا استاذ امين عميل، بدي اضطر اختم المقابله لانه اكيد استاذ فارس ناطرني على الخط. انبسطت لك عن جد. شكرا، ارفار استاذ امين عميل. لا مش لحم بقى. لكن لحم غنم. لا مش لحم غنم. كيف مش بلا لحم غنم؟ لا مدام مش لحم غنم، هذا لا لحم بقر ولا لحم غنم. لكن لحم شو؟ هذا لحم بسينات. ميرسي مات. فكرة من صحتين. كثير طيبين. ايه